هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: أغلب أئمة المساجد في بلدنا يقنتون في كل صلاة فجرا سرا، يقول: فماذا أفعل عندما يقنت هذا الإمام، وهل أصنع مثله؟ تابع الإمام، اتابع الإمام، لأن القنوت دعاء والدعاء مشروع، وإن كان أنه يحتاج إلى أن تصدر في هذا فتوى، لكن هو تعجل وقنت، أن تتبع الإمام لأنه ما جاء بباطل. نعم.